لما الحل بيبقى غايب عننا بنقول مش ممكن، ولما بيبقى فيه احتمالات بنقول يعني ممكن، أما لما بنبقى متأكدين ساعتها بنقول طبعا ممكن. حلقتنا مش بس أسئلة وإجابات، حلقتنا متنوعة ومليانة فقرات. برحب بكل مشاهدينا في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج طبعا ممكن. طبعا ممكن نعيش الصح كله، طبعا ممكن ونسيب الشر وذله، طبعا ممكن نرضي ربي ونقول له احنا ليك يا يسوع. طبعا ممكن نترك خطايا الله، طبعا ممكن ونخلي الرب راح، طبعا ممكن من القلب الفاضي ويبقى ليك يا يسوع. طبعا ممكن يعيش المؤمن غالي، طبعا ممكن مهما الشيطان يحارب، طبعا ممكن مرفوع فوق التجارب اصله معاك يا يسوع. طبعا ممكن. برحب بخادم الرب أخويا الأخ طلعت فكري، أهلا وسهلا بيك يا حبيبي. وأنا سعيد جدا بترحاب حضرتك ومقابلتك الطيبة والبرنامج الحلو طبعا ممكن. شكرا. اسم حلقتنا تطوع مرفوض. نعم. ونفسي أبدأ بقصة وأخذ رأي الأخ طلعت فيها. تكرم. بيحكي شاب أول ما شفت إعلان مطلوب متطوع لملجأ جريت على طول ما استنيتش. أيوه. أنا أكتر حاجة بحبها أني أكون متطوع في الملجأ، قالوا لي على اللي مطلوب مني واني هعمل كده من غير مقابل. قلت لهم منطقي، انا عارف اني متطوع ومش مستني مقابل. من بعيد لمحت واحد بيتكلم في التليفون، تطوعت ورميت ودني عشان اسمعه. كان عنده مشكله مع مراته، تطوعت احلها له. اتضايق مش عارف ليه. نعم. واضح انه مش فاهم اني متطوع. تعليقك على القصه اختلعت. تعليق ان هذا الشخص في البدايه بدا كويس جدا، ولكن إن كان تطوعه في البداية بأن يعمل أو يخدم تطوعي أو فولنتير في ملجأ أو نيرسينج هوم برغبة، ده شيء كويس مقبول. لكن كوني أقول أنا تطوعت إن أسمع تليفون، وكوني تطوعت بيقول الكلام ده اللي أنا فاهمه إن أحل مشكلة عائلية بين زوجين، فده مش تطوع، ده ممكن آسف أسميه تطفل. أو باسم الحلقة تطوع مرفوض. تطوع مرفوض، يعني هو تطوع مرة صح ومرتين غلط. بالضبط. طيب إيه الاسم الكتابي لاسم الحلقة بتاعتنا التطوع المرفوض؟ هو أقدر أسميه من كلمة الله في بطرس الأولى أصحاح 4: لا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر أو متداخل في أمور غيره. يعني تداخل في أمور الغير، تداخل في الخصوصية. كل واحد دي خصوصياته، فكوني أتدخل أنا دخلت في منطقة مش بتاعتي. أيوة. طيب بعض الناس يعتبروا الموضوع ده بسيط ويمكن يتساءلوا، يعني هو الموضوع يستاهل أنك تعمله عشانه حلقة منفصلة؟ الحياة مش بسيط أبدا. ليه أخ منير؟ يعني الكلام نفسه والتعبير نفسه في الواقع مش مقبول، ألا وهو التطفل. أيوة. أو بمعنى آخر التدخل في شؤون الآخرين، أو بمعنى ثالث التدخل في الخصوصيات. طيب في الآية اللي حضرتك ذكرتها في رسالة بطرس شدني كلمة فلا يتألم أحدكم أو أحدكم كمتداخل في أمور غيره. يعني هل دايما التطوع المرفوض أو التدخل في أمور الغير مصحوب بالألم؟ طبعا. شوف، أول حاجة مما يثير انتباهنا في الجزئية دي إن الرب بنفسه بواسطة بطرس الرسول ساوى القاتل والسارق. أيوة. والفاعل شر بالمتدخل في أمور غيره. صحيح. فمثلا هات أي حاجة، السارق لا يستخفون بالسارق ولو سرق ليشبع نفسه وهو جوعان، مش ممكن، لا يستخف فيه عقاب. الشخص المستهزئ برضه له ضرب، القصاص معد للمستهزئين. تمام. بكل أسف الشخص المتطفل بقى على الأقل بيلاقي إيه من الألم؟ بيلاقي رفض من التاني.
يقول له على الأقل إيه دخلك لسمح الله، إيش جابك، مين قالك، مين أمرك إنك تتدخل في أموري؟ مظبوط. طب ليه الناس بتحب تتدخل في شؤون الآخرين في رأيك؟ أو يعني الحقيقة طبعا دي حاجة يعني عايز أقول لك انتهازية، تطفلية، في فراغ جواه، بيبقى عدم احترام لخصوصية الآخرين، عدم تقدير واحترام للآخر وخصوصيات الآخر، ده فراغ عنده. وللأسف أعتقد أن دي شخصيات قد تكون غير سوية. بس ما يعني هو كان نيته سليمة، نفسه يساعد الزوج، بس إيه المشكلة هنا؟ لا مش أن الزوج المشكلة في رأيي أنه ما طلبش منه. مش بس ما طلبش منه، أنا يا أخ منير لابد الكتاب علمنا كذا حاجة أنا أحب أعرفها. الحكيم يؤخر كلامه، تمام، الشخص الحكيم يؤخر كلامه. ربي علمني حاجة في حياتي وأتمنى أعيشها، إن لو في معلومة معينة عايز أستقيها ربنا هيبعتها لي في وقتها وبالطريقة الصحيحة ومن المصدر المظبوط. طب عشان الوقت بيدهمنا، هل في قصة كتابية بتوضح لنا مشكلة التدخل في أمور الخير مثلا في العهد القديم؟ التدخل في أمور الغير في كذا موضوع، لكن بسرعة عشان بتقول لحضرتك، لو رجعنا في سفر ملوك الأول أصحاح 22 تحديدا، حضرتك عارف أن المملكة بعد سليمان انقسمت، تمام، مملكة بقيت شمال وجنوب، شمال بقيت إسرائيل، جنوب يهوذا. ففي مملكة الشمال الحقيقة كلهم كانوا خطاط أسرار أمثال أخاب. مملكة الجنوب كان في بعض المؤمنين من ضمنهم، يجي في ذهني أثناء ملك أخاب في المملكة الشمالية، المملكة الجنوبية، كان يهوشافاط. هي يهوشافاط كإنسان كان كويس جدا، بس كان لي بعض أخطاء، إحدى هذه الأخطاء أنه صغر أو ناسب أخاب. الخطأ الثاني اللي بعدها أني تدخل معاه في الحرب، خد بال حضرتك، أيوه. ولما تدخل في عام الحرب في الوقت ده قابل موقف قاسي جدا، كان معرض أن يتقتل لأنهم فكروا أن ده الملك، ملك إسرائيل المستهدف اللي هو أخاب، ولولا معونة الرب وحفظ الرب كان يهوشافاط مات. مظبوط. لماذا نتدخل في أمور الغير؟ أمين. أخي طلعت شكرا جزيلا. خلينا نشوف دراما بعنوان مش شغلك ونسمع شعر، وبعدين نرجع نكمل حديثنا في هذا الموضوع مع بعض بنعمة الرب. طبعا ممكن. الحمد لله على سلامتك يا نعيم. قلت لي خدت كم غرزة فيها دي؟ 5. ما كانش للزوم التعب ده. دي شوكولاتة بالبندق صح؟ ايوه بالبندق يا نعيم. بكام ها؟ بكام؟ يا نعيم في حد يسأل سؤال زي كده؟ انا ممكن اعرف واروح المحل واسال، بس ما توفر على المشوار. لا طبعا مستحيل اقول لك. ليه ده انا هموت واعرف. هتموت وتعرف؟ هموت. روح المحل واسال. ماشي. قول لي بقى، خلينا في المهم، ايه قصه الغرز دي؟ هقول لك انا، الحكايه ابتدت بمسج. مسج؟ اه. وايه علاقه المسج دي؟ ما كانتش ليا، كانت لاخويا الكبير. يا ابن المصيبه نعيم، ما بطلتش اشوف موبايلات الناس، دي خصوصيه يا ابني، خصوصيه. خصوصيه ايه بس؟ ده اخويا الكبير ولازم اطمن عليه. مهم، المسج دي كان فيها حاجه مريبه. كان مكتوب فيها: اقابلك يا جميل بعد نص الليل على كورنيش النيل. ده اللي كتبها شكله شاعر بقى. كمل. ده انا اللي شاعر بحيره، ومن ساعتها الكلب ابتدى يلعب في عبي. الكلب؟ الفار ابتدى يلعب في عبي؟ كلب ايه؟ فار. الفار ده لما يكون القلق قليل، لكن انا قلقي كان زياده. كمل قول. المهم وقفت في البلكونه علشان اعرف اخويا هينزل بعد نص الليل ولا لا. شفت 2 بيتخانقوا في الشارع، معرفش بلطجيه حراميه. المهم نزلت علشان اعرف ايه اللي بيحصل. بتقول بلطجيه؟ ايه اللي نزلك يا اخي؟ خناقه في الشارع بتاعنا، ازاي ما نزلش؟ كان لازم اعرف. بس واحد فيهم قال لي الكلمة اللي أنا ما بحبهاش. عارفها، مش شغلك. ومن ساعتها صممت إن أنا أعرف إيه اللي بيحصل وأنهي الخناقة. وانتهت الخناقة؟ هما كويسين الحمد لله، وأنا شدت 5 غرز. مش هتبطل يا نعيم اللي فيك ده. حلوة السعدي دي. هدية؟ هدية. من مين؟ ها؟ يا نعيم
بطل اسئله كتير، خلينا في اللي احنا فيه. شكلها من حد بيحبك اوي. مش شغلك يا نعيم. كده تجرحنا ودولالي. معلش معلش، خلاص يا نعيم انا اسف. يلا هسامحك، ما هو ما بقيش في صاحب اليومين دول، هسامحك. معلش. المهم الشوكولاتة دي بكام؟ مفيش فايدة معاك خالص. طبعا ممكن. أحب أسأل والكل يقول بالتفصيل والشرح يطول، طبع البشري مخليني عشري والناس شايفينها حب فضول. مش نصيحة يا ابني دي وصية، كل إنسان وليه خصوصية، أسرار بيته وأسرار شخصية، إياك تجرب إنك تقرب هتلاقي روحك مطوح برصية. مش نصيحة يا ابني دي وصية. طبعا ممكن. رجعنا لكم تاني أحبائي المشاهدين، وطبعا ممكن. خلينا نبدأ بالدراما اختلعت. اتفضل. خمس غرز نتيجة التطوع المرفوض. أيوة. شوف في الواقع أن الاتنين تطوعوا تطوع مرفوض أو تدخلوا للأسف في شؤون الآخرين. هنا ونعيم واحد فيهم أخطأ في أن التاني بيصر يعرف كم غرزة والسبب وفين وخلافه، تاني كمان اللي جايب له كيلو الشوكولاتة ده عايز يقول له بكام كيلو الشوكولاتة، حاجة تو ماتش يعني. أخدت بقى حضرتك. فالاتنين يؤسفني جدا تطوعهم غير مقبول، يعني مرفوض، بمعنى آخر يتناسب مع كلمة الله، بيتدخل في أمور الغير. أمين. في آية في سفر الأمثال، أمثال 26، بتقول كممسك أذني كلب هكذا من يعبر ويتعرض لمشاجرة لا تعنيه. ممسك أذني كلب، دي الحقيقة معضلة عند ناس كثيرين. يقول لك إيه ممسك أذني كلب؟ في حاجتين، أول حاجة المرجعية بتاعت الكلب في الوقت ده. في ذلك الوقت الكلاب كانت أداة لرعاية الغنم، وده اللي قاله أيوب. كنت أستنكف أن أرعى مع كلاب غنمي، معايا حضرتك؟ أن أجعل أبائهم مع كلاب غنمي. أيوة. فكل مرعى من الخراف أو غيره كان فيه الكلاب بتحرس في النهاية، معايا حضرتك؟ فعايز يقول إن الكلب ده ليه صاحبه ويعرف بالضبط يأدبه بطريقته. فإيش دخل شخص آخر؟ ودي حقيقة، لو شخص غريب مسك ودن كلب ما يعرفوش الكلب ممكن يعضه. طبعا طبعا، أخدت البالك؟ فبيقول له إيه؟ كممسك أذني كلب، الكلب ده مش بتاعه، أخدت بالك أنت إزاي؟ هكذا من يتعرض لمشاجرة لا تعنيه. طيب اختلعت، من خلال الدراما هل فعلا يعني احترام الخصوصية أمر أساسي بالرغم من قرب العلاقة؟ طبعا، مهما كانت يا أخونا كل شخص له خصوصيات يا أخ منير. شوف أنا شفت القميص الحلو اللي حضرتك دلوقتي ارتديته في الحلقة، ما قلتلكش بكام، ما قلتلكش مين جابهولك، لا أملك أن أقول هذا رغم علاقتنا لبعض أكثر من 30 سنة وفي الخدمة. بس أنا ممكن أقول لك سعره وجايبه بكام، ما فيش مشكلة، بس بعد الحلقة أحبائي المشاهدين هحكي مع الأخ طلعت. بس من ذوقياتك ولطفك عايز تقول كده، لكن أنا لا أتجرأ أن أقول كده. حتى بين الزوج والزوجة كمان في خصوصية. شوف بعض الأمور الخاصة جدا، يعني مثلا علاقتها بأمها، علاقتها بباباها، علاقتها بأسرتها، في بعض الحاجات يعني تهمني. أنا مباركني الرب أني مامة زوجتي، ما بحبش أستخدم تعبير حماتي، هي زي حماتي. أختي الكبيرة، حط كسرة تحتها تبقى أجمل، ما تبقاش حماتي تبقى حماتي. حماتي أوكي. الأخت ليلي دي ست عظيمة عايشة معانا في البيت في أمريكا. نعم. أنا بحترم قوي علاقتها، علاقة سلام مراتي بيها، شكرا. فمرات بسيبهم مع بعض عشان أديهم فرصة يتكلموا، وما بسألش مراتي هي إيه اللي كنتوا بتحكوا في إيه بالضبط، والعكس صحيح، هي مرات تسيبنا عشان تدينا فرصة نتكلم في حاجات ممكن تكون خاصة بينا احنا الاتنين. فأنا بالضبط. بحس إن الخصوصية في داخل نطاق الأسرة حاجة محترمة ومهمة، وتنم عن شخص سوي ما عندوش تطفل أو يحب يتدخل في أمور الغير. وأنا كمان أؤكد كده، ودي البيوت الحقيقة
اللي فيها سلام الله اللي يفوق كل عقل، اللي بيحفظ أو يصون قلوبهم وأفكارهم في المسيح يسوع. يا ليت بيوتنا في الأيام الحالية أو المجتمعات الروحية أيا كانت في أي بلد في البلدان تتمتع أن كل واحد ليه موقعه، كل واحد ليه مكانه، كل واحد ليه وزنه. طب ده يجيبني خصوصيته. صحيح، يجيبني للسؤال الثاني. يعني الشخص اللي بيتعدى أو بيعتدي على خصوصيتي، إيه الطريقة المثالية اللي ممكن أتعامل بيها معاه؟ واحد بيتعدى أو بيدخل في يدخل في خصوصياتي. أنا شخصيا بتابع أسلوبين ثلاثة. أنا هقول لحد، في شخصيات مش محتاجة غير الصبر. ليه؟ لأن ده ممكن يكون ملازم وبتشوفه ومعاك وكذا، وأنا آسف أقول تكوينه، شخصيته، كراكتر بتاعه كده، فاحتمله. وده تدريب لإيماني وحياتي الشخصية، وده عايز نعمة خاصة من الرب. الشخص التاني اللي قليل الحديث معاه، قليل الحديث معاه، ما فيش ما يمنع. تفاح من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في محلها. مظبوط. ممكن أكلمه، تسمح لي حبيبي أنا ما أحبش أتدخل في خصوصياتك، فأرجو أنك تديني مساحة. لطفك لطف منك، وأشكرك جدا لأنك أنت هتعمل كده. مظبوط، برافو. طيب أنقل للشعر أخي طلعت. في الشعر سمعنا بيقول طبع البشري مخليني عشري، والناس شايفينها حب فضول. تعليقك. لا ده اللفظ نفسه طبع وعشري تو ماتش يعني. لا هو فعلا شخص عشري، بس ممكن العشرية الزيادة تبقى حقيقة هي عشرية في نظري أنا، لكن هي حقيقة حب فضول، وده أو تدخل في أمور الغير، وده الحاجة اللي احنا بالضبط مش عايزينها. طيب زايدة. خلينا نشوف أخونا الحبيب فقرتنا ولا إيه اللي فيها سؤال يمكن يكون بيدور في ذهن حد من الأحباء المشاهدين، ونرجع تاني. طبعا ممكن. غلط فعلا أنه الواحد يتدخل في خناقة ناس أغرب، لكن لما يكون صاحبه بيتخانق أو قريبه أو جاره يبقى لازم أتدخل وحل المشكلة. بتبقى ندالة لو ما اتدخلتش في المشكلة ولا إيه؟ طبعا ممكن. إيه ردك يا أخ طلعت على السؤال دوت؟ نعم، هل مشاكل القريب لازم أتدخل فيها؟ وحسب تعبير الشاب قال كده تبقى ندالة لو ما عملتش كده. لا يا أخ منير، مش موضوع ندالة ولا غيره، أشوف حاجة للقريب نفسه. مع إن الرب يسوع المسيح وضح لنا تحب قريبك كنفسك في كلمة الله أكثر من مرة، حضرتك عارف في متى 22، في مرقس 12، في لوقا 10. أيوه. لكن أذكر حاجة في أمثال 25 تحديدا وعدد 8. أمثال 25:8 عزيز المشاهد الكريم بيقول لا تبرز عاجلا إلى الخصام لألا تفعل شيئا في الآخر حين يخزيك قريبك. إيه اللي وضح لنا الآية دي؟ هقول حضرتك أني أوضحها بآية تاني. الأول في دعواه محق، لما يجي لك واحد كده وأحكي لك بص ده فلان صدر منه كذا. لا وده قريبي بيتكلم عن مشكلة بين قريبي وحد تاني. بالضبط. التاني بقى مفروض تسمعه. احنا مرات كتير قوي لأنه قريبي بسمع له هو بس، وباخد قرارات، وفي حاجة يعني آسف أقول كده في يمكن في بين العرب بالذات. ايوه. إذا حضرتك صديق ليا المفروض أنا أبقى عدوك وإلا مش هنبقى أصدقاء، فأنت بتتوقع مني أني أعادي عدوك كمان عشان إحنا أصدقاء. للأسف. وده غلط، وده مبدأ مش كتابي. في التأكيد لكلام حضرتك، يقولون أنا وأخويا على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب. لا أستطيع أنصف أخي ولا ابن عمي بما أنه مخطئ، لكن الأول في دعوة، الأول محق، يأتي رفيقه فيفحصه. أنا أعمل إيه؟ الأذن تمتحن الأقوال. أفلتر كلام ده وأفلتر كلام ده. وقد يستخدم من الرب كلينك للإصلاح، كأداة للإصلاح، وأعمل تواصل أو كوميونيكيشنز بين الاثنين، لكن ما جيش على حساب واحد.
أخي طلعت في سفر الأمثال أصحاح 21 عدد 23 بيقول من يحفظ فمه ولسانه يحفظ من الضيقات نفسه. يعني ما يجيبش لنفسه الخزي ولا الخجل، ما يجيبش لنفسه المشاكل، ويكون تقيل وهادي وما يدخلش نفسه في خانة مش بتاعته. أمين. خلينا نكمل الحلقة بتاعتنا بعد ما نشوف فقرة مش كده ونرجع نكمل مناقشتنا مع بعض. أمين حبيبي. طبعا ممكن. هنتدخل بقى في خصوصية الناس. ايه ده في ايه؟ راجل عجوز جارنا جاي يقول لي اصل الضغط. انا رفضت طبعا. طب ورفضت ليه؟ انا محبش اتدخل في خصوصية الناس. ليه بس كده؟ لا ما هو بعد كده هلاقي راجل عجوز جاي يقول لي عديني الشارع اروح اعديه، واحده ست معاها شنطه تقيله تقول لي شيلها لي اشيلها لها. انا محبش كده. انا شعوري لما بقيت في حالي لا تعبت ولا قلق جالي. طبعا ممكن. انا لما بقيت في حالي لا تعبت ولا قلق جالي. هل ده الحل؟ لا طبعا. ليه؟ الكتاب علمنا ان من يريد ان يعمل حسنا ولا يعمل، ومن يعرف ان يعمل حسنا، ومن يعرف ان يعمل حسنا ولا يفعل او فذلك يعمل خطيئة له. بالضبط. الحاجه الثانيه، ان جعطوا عدوك فطعمه، ان عطش فاسقه ماء. ليه؟ انت بتجمع جمر نار على راسه. لا يغلبنك الشر بل يغلب الشر بالخير. فانا بكل سرور يساعدني الرب. واحد محتاج لحاجه طبيه، الراجل عايزني اقيس له الضغط وانا بعرف ليه. بالضبط. لا، واحد عجوز معدي في الشارع اقدر امسك بايده، او انا راكب اتوبيس واقدر اقوم واقعد حد محتاج يقعد. دي كلها مش بقى اصل هو يبدو تقرص من حكايه التدخل في امور الغير، فقال لك مش هعمل حاجه مع حد خالص بما فيها اعمال الخير، وده طبعا ضد روح المسيحيه وضد روح الكتاب. نعم. لو حد من المشاهدين شعر في قلبه أخي طلعت أنه بيعاني من مشكلة التطوع المرفوض وأزمة التدخل في أمور الآخرين، إيه الرسالة اللي ممكن تقدمها له باختصار؟ باختصار شديد، أن أكون في مشيئة الرب وأكون مصليا وانتظر إرشاد من الرب. وزي ما حدث مع بولس ونظرائه في سفر أعمال أصحاح 16. أيوة. رجل مكدوني بيشوفوه في رؤية حينذاك والأعبر إلينا وأعنا. في نفس الموقف دوت قبليها بأصحين. نعم. الرسول بولس كذا مرة يحاولوا يتحركوا. بالضبط. ومنعهم الروح. بالضبط. ومرة تانية يقول فلم يدعهم الروح. فهنا أنا محتاج أكون حساس لصوت روح ربنا. بالضبط. أعرف إمتى أتدخل. بالضبط. وإمتى أحس إن أعرف إن ده صوت رب، زي ما حضرتك تفضلت وقلت لما ظهر له الرجل المجدوني في الرؤية وهنا راح. وهنا بقى كانت بركة كبيرة. أعمال. أيوة. 16 بداية الرحلة التبشيرية الثانية اللي الرب استخدم هذه الرؤية لخلاص أنفس بدأت في فليبي وكانت ليدية، ودي أول شخصية جات للمسيح في أوروبا. أمين. كتاب رائع وجميل اسمه أذكر خالقك بقلم الراحل الدكتور محب غوبريال، مراجعة وتقديم خادم الرب ضيف الكريم الأخ طلعت فكري. أذكر خالقك كتاب موجود على الصفحة بتاعتنا الموجودة على الشاشة، تقدر تعمل له تحميل مجاني داونلود. أنا بشجعك أنك تقرأ الكتاب ده، كتاب قيم جدا هيكون سبب بركة ليك ولحياتك. شكرا يا أخي طلعت. شكرا لك. وإذا عايزين تشوفوا الحلقة أحبائي المشاهدين على صفحتنا على يوتيوب موجودة على الشاشة كمان، وتقدر تتواصلوا معانا أنا وخادم الرب من خلال الفيسبوك، من خلال صفحاتنا أو حساباتنا على تويتر. وأنا بشكر رب من أجلكم، من أجل الكلام الرائع اللي بيجينا من خلال طرق التواصل المختلفة مع حضراتكم. أخي طلعت نفسي في 10 ثواني بالضبط، في ناس حست ربنا بيكلمهم وعايز ربنا يديهم إمكانية ما يتدخلوش في أمور الغير، من فضلك يريد تصلي معايا عزيزي المشاهد الكريم وإنت في مكانك. قل للرب هذه الكلمات: رب يسوع المسيح، أشكرك من كل القلب، أنا جاي لك بإيمان وبثقة فيك وفي عملك في هذا الوقت. توبني يا رب عن كل خطية، خاصة التدخل في أمور الغير وفي خصية الآخرين، واديني نقاء واديني بواعث نقية وأتصرف بحكمة. جهزني لمجيئك وأعدني قلبيا وذهنيا وحياتيا شخصيا وأسريا. اقبل سجود قلبي وحياتي يا رب، واقبل أيضا اعترافي بهذه الخطية. أثق أنك سمعت واستجبت،
في اسم الرب يسوع المسيح استجب. آمين. آمين. طبعا ممكن. لما يشوفوني يقولوا اني ابنك عشان تصرفاتي خلتني شبهك لما كان يطلب منك وقتها بس بتتدخل فتحت عينيني الاعمى ده وقتك عمره ما يتاخر ربي يسوع من فضلك خليني أتعلم منك والناس لما يشوفوني يقولوا إني ابنك عشان تصرفاتي خلتني شبهك بتخبط على باب قلبي وتقول لي يا ابني افتح أما إذا رفضت تفتح لك بتمشي وأبدا ما بتجرح ربي يسوع علمني أكون رقيق زيك من فضلك خليني أتعلم منك والناس لما يشوفوني يقولوا إني ابنك عشان تفتح